مسحه من زيزو يدخل بكاسيه في حراسه المرمى. خط الدفاع من اليسار الى اليمين، مارسيلو، ناتشو، رافائيل فاران، دانييلو، منتصف الملعب. هنا محاوله ومرادة يا في الجول، في الجول للميرينجي، هدف اول للريال، هدف اول للريال، ويا لها من بدايه، ويا لها من بدايه للملكي. وقلنا يا جماعه، قلنا النوايا الهجوميه واضحه واضحه لزيزو، وما انتهينا من هذا الحديث الا ورد علينا مراتا بتسديده ماشيه وين؟ معانقه للشباك ومعانقه للهدف الاول وللفرحه الاولى لعشاق المرينجي. شوف الاستلام وتمريره ما اجملها من اسكو، وهو عارف الدرب، مراتا عارف للدرب، حافظا للشباك، كره تعانق الشباك وقبلها اماني تعانق الليغا التي ظل عشاق الريال في انتظارها لأعوام مضت من 2011. إذا درب الليغا، لكن وجود غيابهم ووجود هذه التوليفة يجعل اللعب جماعي، ويجعل هناك أكثر من حل بين أقدام لاعبي الريال، أكثر من حل وتتنوع الحلول، وهذا ما نراه أمامنا. كرة ملعوبة. عموما هذه الرؤية أعتقد الزملاء في الاستوديو لهم رؤية أعمق حول هذا الرأي. انطلاق أمامية والكرة ملعوبة، فاسكويز العرضية، يا سلام يا سلام، خامس رودريغيز، خامس رودريغيز بعد الغياب وبعد العتاب، ها قد عاد عودا حميدا مستطاب، ها قد عاد عودا حميدا مستطاب. ويا للهوى ويا لتلك الايام يا خامس رودريغيز، ايام التوهج. شوف الانطلاقه وشوف المهاره ما اجملها من جانب كوفاديتش، تمريره في الامام، هو من بداها وهو من ختمها، لقطه ما اجملها والرد ما اجمله، والكره وين وين وين؟ معانقه للشباك، والريال معانق للمتعه الكرويه ومعانق للطرب الكروي في ليلة من ليالي الليغا الإسبانية التي نستمتع ونستطرب بها حتى الآن. وكل هذا في ربع ساعة، كل هذا في ربع ساعة، أريحية حتى الآن، ولسان ينطق بأريحية حتى الآن. كرة عرضية ملعوبة، ولكن تمر هنا الاستلام والتسديدة، يا جاء الرد من الديبور، جاء الرد من الديبور، وفرحت ملعب المباراة بهدف أول يأتي أخيرا بعد طول انتظار. هدف للديبور، كرة ملعوبة أمامية وانطلاقة أمامية وتختتم في المرمى لأصحاب الدار، لأصحاب الأرض، بعد هدف طال انتظاره ومحاولات ظلت بعيدة عن المرمى، ولكن هذه المرة تعانق المرمى بهدف يأتي لصالح الديبور، هدف يأتي مباشرة لأصحاب الدار، لأصحاب الأرض، يرسم البسمة على مدرجات الريزور بعد انتظار ل34 دقيقة. يلعب الكرة في الأمام، مستخلص، يا سلام، مرور بصورة جميلة، اسكو مرمي للأول ومن الثاني والثالث في الدرب أيضا، ويحاول، يا سلام عليك يا اسكو، كرة ملعوبة، مارسيلو العرضية، يا سلام زيدان، يستحضر اسكو امامنا وينثر امامنا بطرب كره. شوف الكره الماضيه وشوف اللقطه الماضيه، لاعب توه معاه العيون ورقص المشاعر معاه لاسكو، مرور بصوره ما اجملها، وقال لمارسيلو لابد ان يكتمل جمال الكره، والكره وين؟ في المرمى، في لحظات يستحضر فيها اسكو بعض من عبق زيدان وبعض من ماضي زيدان، وينثر امامنا بابداع كروي، بمهاره كرويه رائعه 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 للاعب هو مجنون ولكن بالمهاره وليس غيرها، للاعب هو مجنون بالمهارة وليس غيرها لإسكو، والكرة وين؟ في المرمى مباشرة، كرة تأتي لمنتصف الملعب وتمريرة
تلعب مباشرة حسرة على ضياع هذا الجمال لانحيازا للريال. الكرة ما زالت بينية ملعوبة، موراتا يبحث عن رباعية، موراتا وخامس في الجول، في الجول رابع الأهداف. وقلنا يا جماعة قلنا عاد والعود أحمدوا، عاد والعود أحمدوا. نعم بعد الغياب، بعد الغياب وبعد هجر الغياب وهجر الشباك، عاد عودا حميدا مستطاب لخامس رودريغيز الذي يعيد وينتفض مجددا بمهارته وبأدائه بهدف رابع للريال، بهدف رابع للريال. شوف التمريرة ما أجملها من مجموعة تقدم الطرب الكروي، تقدم المتعة الكروية، تقدم لنا لا سهرة بل سمرة كروية نستمتع بأدائها. مراتة مر في اللقطة الماضية وخامس حاضر 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 مباشرة. ورابع الأهداف لريال مدريد في ليلة من ليالي الأنس الكروي مع ريال مدريد، في ليلة من ليالي الأنس الكروي والمتعة الكروية يقدم فيها الريال كل معاني الفن والطرب والمتعة الكروية في مباراة اليوم. وخامس رودريغيز يرسم الفرحة على فريقه ويرسم الترحة على ما رأيناه اليوم، سرورا وطربا ولذة كروية من خلال ما رأيناه اليوم في كل أوقات المباراة. لذلك الوقت يمضي مسرعا وليس هو كوقت بل هو دقائق من الاستمتاع. كرة ملعوبة، تقدم لي الأمام ومحاولة ملعوبة إلى فاسكويز، فاسكويز يبحث عن التقدم، تمريره ماشي وين يا فاسكويز؟ ملعوبة في الجول، خماسية عن طريق إسكو الذي ينهي لحن هذه المباراة بخامس الأهداف، بخامس الأهداف يا إسكو. ويعبى يعبى إسكو إلا أن يختم هذا اللحن الرائع، إلا أن يختم بهدفا من أقدامه للاعب فعل كل شيء في كرة القدم في مباراة اليوم، برر وأهدى كل ما يمكن من أهداف لزملائه. فلا بد أن يختم الكرة في المرمى لإسكو، ولا بد أن يتوج هذا الأداء وهذه المتعة بهدف في الشباك. خامس الأهداف لريال مدريد، وكأن الريال رد لا على الديبور، لا على الديبور، بل رد على البرشا أن من فاز بالسداسية هناك يكمن في ماذا؟ في أنه الفريق محتاج للانتصار، الفريق يلعب تحت ضغط كبير جدا بأنه لابد أن لا يفرط في أي نقطة، إسكو يلعب تحت ضغط بأنه لابد أن يكون أساسيا كإثبات ذاته وأنه الأحق بالتواجد الأساسي. هنا كرة، كرة في الجول لصالح الديبور، لصالح الديبور بهدف. نتكلم عن متعة إسكو ولكن يأتي أمامنا سام مارتين ويرد علينا بمتعة رأسية رائعة، كرة رأسية مباشرة تعانق الشباك في غمضة عين، مباشرة يأتي الديبور ويدون هدف عن طريق جيسيلو، جيسيلو بكرة عرضية من فلوران أندون الذي اختفى طوال المباراة ولكن يعود بكرة أمامنا الآن تعانق الشباك بكرة رأسية. أعتقد أنها غير كافية لاستعادة ما عموما مرت اللقطة الماضية. تمريرة ملعوبة من جانب، هنا نقلة في الأمام ومحاولة تعود مباشرة الكرة العرضية، استلام حاضر أمامنا، كازميرو يلعب الكرة وتسديدة، ويا سلام كرة في الجول عن طريق كازميرو، والريال يعاقب ويقسو على الديبور في أرضه وبين جماهيره. الريال كما كان الحال لبرشا يأبى أن تمر هذه الليلة إلا بأرقام قياسية، إلا بأرقام قياسية في رسالة للخصم اللدود. ليس أنت من يأتي بالأرقام القياسية أو يأتي بالأهداف القياسية في مباراة اليوم، ولكن الريال أيضا يرد بسداسية، يرد بسداسية ريال مدريد، وما أقساها من نتيجة، وما أقساها من نتيجة. شوف التسديدة ماشي وين للمرمى معانقا الشباك بسادس الأهداف للضيف الثقيل على أصحاب الأرض.
للضيف الثقيل على أصحاب الأرض في مباراة اليوم. ريال مدريد يضيف هدف الثالث، 6 أهداف، وكأن الريال